بهذه الأمسية التراثية الجميلة شوطنا الثالث عشر من تمت انطلاقته منذ لحظات، شوط خاص بالزمول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ بهذه الأمسية التراثية الجميلة مع سن الكبار ومسافة 6 كيلومترات المسافة الحاضرة بهذا الانطلاق المتميز. نسير بصدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية ونعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور في تنافس على المقدمة ومع العشر المراكز الأولى. شاهين من يفتتح إذاعة هذا الشوط لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن مبارك بن غويث من يتابع انطلاقة شاهين، يليه اللي في المركز الثاني من الجانب الآخر، أرى هناك الواش من يتسلل في هذه اللحظات وبالشعار هجن العاصفة ومتابعة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، نتابع وننطلق مع المركز الرابع أو المركز الثالث عفوا، أرى هنيس الهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادة حمد بن خميس الغويص، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع التسلل المتميز لشاهين بشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن عبد الله بن مساعد في عملية تضميره وتدريبه النقلة التالية مع المركز الخامس، وأرى القدوم أرى القدوم والتسلل بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ظهر أيضا ما يروح يقود خليفة بن سالم بالصقعة كابتن المضمرين من يعلن هذا الانطلاق المتميز لما يروح اللي انطلق بدوره مع المركز الرابع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس وننطلق مع أشقر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة، وسابعا من الجانب الآخر من الجانب الآخر أرى هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في المتابعة والانطلاق، ومع المركز الثامن المركز الثامن أرى التسلل المبشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة السيل بن مبارك بن مرخان تاسع التحديات رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سالم بن السيل العامري في متابعة رعد مع المركز التاسع وعاشر التحديات. ننطلق لضبيان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن سهيل بن هيان العامري في متابعة وانطلاق الضبيان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. التحديات مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات رائعة في هذا المساء الجميل. نعود بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وشاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة يقود المجموعة منذ البداية، متحمل مسؤولية هذا الشوط وبشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن مبارك بن غويث في المتابعة والانطلاق. ننطلق مع المركز الثاني، تابع المركز الثاني وأرى شاهين لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان من ينطلق مع المركز الثاني أحمد بن عبد الله بن مساعد في عملية التضمير والمتابعة. النقلة التالية مع المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك الواش من يسير في هذه التحديات بهذه الأمسية التراثية الجميلة، الواش وبشعار هجن العاصفة وقيادة ومتابعة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التسلل أرى الانطلاق الجميل لما يروح
بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وكابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة من يسير بما يروح أيضا، والخبرة الطويلة في هذا المجال في هذا العالم الساحر عالم الأصايل. ننطلق مع المركز الخامس كي أرى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في متابعة شاهين مع المركز الخامس سادسا من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى شعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم، والمكتوم يتدخل مع وافي ومتابعة حمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس أيضا، يتابع انطلاقة وافي مع المركز السادس. سابع التحديات مبشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز السابع أو ثامن التحديات أرى التسلل في هذه اللحظات الانطلاقة المتجدد أيضا بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، متابعة محمد بن عبد الله بن حميدان من يتسلل مع المركز الثامن والتاسع. القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام لرعد من يتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في متابعة رعد. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك أيضا حشيم بشعار هجن العاصفة وقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، مغادرتنا للوحة 2 كيلومترات. بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. يا سلام يا سلام التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. أرهني ما يروح ينطلق بناموس هذا الشوط وبالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعة خليفة بن سالم بالصقعة. كابتن المضمرين يقود المجموعة، يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. ركز يا أبو سالم، ركز يا أبو سالم، ركز يا الكابتن مع الأداء الرائع اللي قدمه ما يروح وهو ينطلق بناموس هذا الشوط. يا سلام، أشكرك أشكرك يا أبو سالم مع الأداء الجميل اللي قدمه ما يروح وهو على الصدارة وهو على قمة هرم هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع شعار هجن العاصفة أيضا مع المركز الثاني، مع الواش بشعار هجن العاصفة أيضا. والتنافس ما بين الكابتن وما بين الواثق، والكابتن على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، صراع العمالقة على مقدمة هذا الشوط. والتحديات مع الواش بشعار هجن العاصفة وقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ولكن أرهني أيضا القدوم في هذه اللحظات لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سفير المضمرين ينطلق أيضا، وعينه على الصدارة، عينه على الواش أيضا، وعينه على ما يروح. يا سلام، الكوكبة ثلاثية خبراء التضمير، فطاحنة التضمير على الصدارة، الواثق سفير المضمرين وكابتن المضمرين أيضا. والتحديات لشاب من يتسلل في هذه اللحظات بأول ندى بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم النيبي من يتابع انطلاقة شاب. التحديات الأخيرة ومغادرتنا للوحة الكيلو المتر الأخير، والواش على الصدارة، الواش على المقدمة. ولكن شاهين مع المركز الثاني، يا سلام، التحديات رائعة والشاب قادم بكل قوة. الشاب يعلن التحدي وما يروح من الجانب الآخر. يا سلام، التحديات رائعة، التحديات جميلة. يا سلام يا سلام، وأرى حشيم يتسلل في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الثاني. ولكن أرى هني شاهين ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة. حشيم قادم بكل قوة بلا هوادة، ينطلق مع المركز الثاني وعينه على الصدارة، عينه على مقدمة هذا الشوط. حشيم في موقع الحشمة ينطلق بناموس هذا الشوط حاملا للرقم واحد وهو على المرتبة الأولى، ينطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. لحظات وصول حشيم إلى خط النهاية. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث الواش من هجن العاصفة، المركز الرابع شهاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس يصل فيه
النادر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد مكتوم، والمركز السادس ما يروح لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. اشكرك الكابتن مع الاداء المتميز اللي قدمه ما يروح، ولكن نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول حشيم الى خط النهايه، يقطع مسافه 6 كيلومترات في 10 دقائق 7 ثواني وجزئين من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير شاهين، يصل ثانيا 10 دقائق 7 ثواني 5 اجزاء من الثانيه. التهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني ايضا موصوله للسفير المضمرين، بينما اللي وصل مع المركز الثالث الواش 10 دقائق 9 ثواني و4 اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه، والتهاني موصوله للواثق حمد بن راشد بن غدير.